حنا كنتواجدوا حاليا في مدينه بوزنيقه. مدينه بوزنيقه كتبعد عليها هذه الفيرما هذه تقريبا بواحد 7 8 كيلومتر، 5 كيلومتر من الاقامه الملكيه ديال بوزنيقه. غادي نصور لكم واحد الفيلا او فيرما فيها واحد الفيلا فخمه. غادي تكتشفوا معنا اخواني الكرام هاد المزرعه كانكم جيتوا معنا واول مره غادي ندخلوا ليها كاملين، وغتشوفوا اللي ما شريت نزه والله يبارك مولاها. اهلا بكم اخواني الكرام، تفضلوا مرحبا بكم. طرق قدرون كما كتشوفوا اخواني الكرام هي هذه، وهذه هي المزرعه اللي كتشوفوها دابا حاليا. لكم التعليق اخواني الكرام، انا ما شاء الله الله يبارك اي واحد والله يسهل على اي واحد. تبعوا معنا من البدايه حتى النهايه واهلا وسهلا بكم. الدخله الرئيسيه هي هذه، قلنا فيها 1 هكتار وفيها واحد البنايه لمساحه ديال 800 متر. غندخلوا للداخل وغتكتشفوا معنا هذه البنايه من البدايه حتى النهايه. والثمن اخواني الكرام اللي مهتم بالموضوع غادي يتصل عبر الرقم ديال الهاتف او الواتساب، واهلا وسهلا به وغادي نزودوه بجميع المعلومات والتفاصيل الدقيقه. اهلا وسهلا، باب التريكوموند كتحل بسم الله على بركه الله. مع البدايه اخواني الكرام راه كاينه هاد الشلال هنايا، وهذا تبارك الله في الليل كيبان. ما شاء الله جات اخواني الكرام في واحد الموقع تبارك الله ما شاء الله روعه في الجمال والهدوء، واللي دايرين بها فيلا تبارك الله كلهم راقيين. مدينة بوزنيقة قرب الإقامة الملكية، مساحة المزرعة 1 هكتار مبنية على فيلا على مساحة 800 متر كما كتلاحظوا إخواني الكرام، وغتبعوا معنا حتى الفيلا للداخل. وأهلا وسهلا للجميع. ما شاء الله ربي يبارك ويزيد في ذلك اخواني الكرام، روعه في الجمال. شكرا المهندسين المغاربه على هذه الروعه. نسبح بطريقه جميله جدا. عشرة متر على 6 متر.
كما كتلاحظوا إخواني الكرام، كل ديرة في السور أضواء ديالها، سرتو إلا كان في الليل هنا تبارك الله ما شاء الله شي حاجة روعة في الجمال. لكم التعليق إخواني الكرام، أنا عجز اللسان على الكلام، كلهم مهندسين مغاربة ما شاء الله. غتبعوا معنا إخواني الكرام من البداية حتى النهاية ونشوفوا الداخل، وأهلا وسهلا بالجميع. البيسين كيفاش مخدوم إخواني الكرام، تبارك الله الماء وافر، وكاينة هاد الكليسة هنايا كما كتشوفوها أعزائي الكرام عائلية. وكاين مسبح ديال الدراري هو هذا عاوتاني. هنا مع المسبح كاين هاد الشوايه، وكاين فران اللي كتلاحظوا الشوايه هنايا. كاين مسبح ديال الدراري صغار، وهنا فيلا من زاويه واحده اخرى. هي بالضو ديالها ما شاء الله، الله يبارك اخواني. راه شي حاجه ما كتجي باطل هكاك. هاد الناس هادو خدموا، هاد الناس خدموا عطاو، الله يبارك ليهم. واللي بغى يدير زيارو الزياره نعين المكان اخواني الكرام، اهلا وسهلا به، مرحبا به كل وقت. طبعا يكون مهتم بالموضوع. لابيسين كبير تبارك الله عائلي، وهنا كما كتشوفوا اخواني الكرام فيلا على مساحه 100 متر وكل ضوء. اخواني الكرام غادي نزوروا لداخل الفيلا بسم الله على بركه الله. طبعا كلها بتقنيات مراقبه بالكاميرا، سيرفيونس بجوده عاليه. كل ما يوجد في هاد المزرعة موجود. أهلا وسهلا بكم، نشوفوا إخواني الكرام الداخل ما شاء الله كلها مفتوحة بسم الله على بركة الله. اللهم ربي بارك وزيد في ذلك، وعين على كل واحد ربي يعطيه ما يتمنى. كما كتشوفوا إخواني الكرام هنا مفتوحة كاملة. لكم التعليق، لكم التعليق إخواني الكرام، كلها مفتوحة، كلها جاج، كلها ضوء. شوفوا كوزينة إخواني الكرام، حمام هنا ما شاء الله. حمام إخواني الكرام كما كتشوفوا، إخواني الكرام يعني يمكنناش نصوروا إخواني الكرام كلش، لأن تبارك الله ما شاء الله يعني روعة في الجمال. الكوزينة هذه حنا غادي نصور لكم، هنا كاين حمام ما شاء الله.
إخواني الكرام، معكم وكيل عقاري جمال. اللي بغي يدير الزيارة ديالو نعين المكان، أهلا وسهلا به، شي حاجة روعة بدون نقاش. راه ما كاينش شي واحد اللي يقدر يقول شي كلمة هنايا ناقصة، مستحيل مستحيل. من أجود الرخم، من أحدث ما كاين. كوزينة أعزائي الكرام، كيفاش دايرة؟ إيكيبي، كلشي فيها جديد، كلشي فيها جديد إخواننا الكرام، كلشي جديد. فيرما جديدة، فيلا جديدة، كل شيء جديد. جيب حوايجك ودخل تبرع مع راساتك. ربي يوفق الأمور الجميع إخواني الكرام. احنا ما ندعو إلا بالتيسر فقط، هذا هو. الروبينيات إخواني الكرام أحدث ما كاين، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، جميل جدا. هنا كاين حمام بلدي، هذا حمام إخواني الكرام بلدي. نشوف لكم دابا إخواني الكرام طبق العلوي، دروش كيفاش مخدومين، دروش كيفاش مخدومين، طريقة جميلة. هنا الطبق العلوي إخواني الكرام كاين خمسة ديال بيوت ديال الناس، خمسة بيوت ديال الناس كلهم باروناميك ديالهم بالحمامات ديالهم. هذا بيت كيفاش كيشوف إخواني الكرام على هذه الطبيعة، جيران تبارك الله كما كتشوفوا إخواني الكرام كلهم فيلات فقط. هذه كنسميها أنا كاليفورنيا ديال بوزنيقة، يعني شي حاجة روعة. كل شومبر عنده حمام ديالو، عنده دوش ديالو، غاية في الجمال. كاين بيوت هنا جوج، كاين بيت عاوتاني هنا حتى هو كذلك إخواني الكرام عنده الحمام ديالو، ما شاء الله، ربي يبارك ويزيد في دارك. إخواني الكرام، إنسان يعيش حياته، راه شهادة الملكية، ورقة كتسوى ريال، كيتبدل من اسم لاسم، اللي مهم هو إنسان يتهلا في راسه، هذا هو اللي كاين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، خمسة بيوت ديال النعاس إخواني الكرام الفوق. هنا كنحاولوا كيفاش نبين لكم ولو غير طرف من هذه الفيلا، هذه اللي المساحه ديالها 800 متر، على مساحه ديال الفيل ديال المزرعه فيها 1 هكتار. لا بيسين كبير كبار وديال الصغار. هنا اخويا الكرام عاوتاني بيت النعاس حتى هو الشومبر ديالو كلشي ديالو، ما شاء الله، كلشي رخام، كلشي جديد. وغادي نشوفوا هنا بقات هاد الفتحة هنايا كتشوف على الصالة لتحت لداخل إخواني الكرام كما كتلاحظوا، ما شاء الله بقات هاد الكلاسي هنايا، صورة من زاوية واحدة أخرى. هنا بيت كبير عائلي أو بيت نعاس كما كتلاحظوا إخواني الكرام، عنده أشوفوا شنو اللي كاين هنا عاوتاني كذلك، كاين دريسينغ هنايا هو هذا الملابس، وعنده حمام ديالو وبانيو كما كتشوفوا إخواني الكرام، ما شاء الله أجود الرخام. من زاوية واحدة أخرى
الباب الرئيسي. وهذا أخوان الكرام كاين القدرون، وهنا كاين مزرعة كما كتشوفوها الجاج. أعزائي الكرام، كما قلنا مزنقة خمسة ديال الأيق من الإقامة الملكية اللي كاينة في مزنقة. هنا إخواني الكرام غادي نقول لكم طبتم أينما كنتم، غفر الله لنا ولكم إلى عقر آخر إن شاء الله بحول الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام التوفيق للجميع، وأهلا وسهلا بكم. الرقم ديال الهاتف قد لقاوه على الوصف ديال الفيديو. اللي مهتم بالموضوع يتصل بنا إخواني الكرام، وغادي نديروا له زيارة نعين المكان، والثمن كيبقى دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. هنا نودعكم وأقول لكم طبتم في رعاية الله وحفظه إلى عقر آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.